إلى ولاية ميل الآن، حيث وفرت هذه الولاية كل الوسائل المادية والبشرية وأشركت كل المصالح، وإشراك كل مصالح الدرك الوطني والأمن والحماية المدنية وجميع المؤسسات والإدارات العمومية للشروع في عملية التعقيم. سفيان بوعول في هذه التغطية. عملية متواصلة التعقيم، اليوم ارتئينا أن نزيدوا نقووا العملية، عيطنا المصالح المعنية كل، وبمساهمة تاني الدرك الوطني والأمن الوطني لوبي جي ميلانات كاين حتى اللي ما ذكرتهمش ممكن سهوا راهم معنا لهنا متواجدين.